هتتخيل مش هتقدر تتخيل ولا تقول رأيك ولا تقول رأي بصدق ولا تقول رأي بحرية ولا تقول حاجة أبدا، لأن أنت فاقد كل شيء. فطبعا مصدر ما عندكش المقومات إن أنت تقول فيها الحاجة، الرأي بتاعك بحرية كاملة وبحرية واجبة صحيحة يعني. فاحنا هنا يمكن بنتك في الفترة ديت على إزاي الإعلامي والصحفي ياخد حقوق الاقتصادية، بمعنى إن احنا ما نضمن له إزاي المؤسسة القومية يعني. ممكن نحاول بقدر الإمكان، لكن في الصحافة الخاصة والمستقلة دي مشكلة خطيرة جدا، وبنحاول نبحث إزاي نأمن الناس الاقتصادية في هذه المؤسسات وهذه الصحف المستقلة والخاصة، اللي هي فعلا عاملة مشكلة حقيقية دلوقتي في المجتمع، يعني عاملة مشكلة حقيقية في المجتمع المصري وفي المجتمع الخارجي وفي أي مجتمع عربي موجود في هذه المشاكل الاقتصادية للصحفيين والإعلاميين. أنا عاوز الإعلامي والصحفي بيتكلم بمعنى إن هو يقول يا جماعة أنا صحفي حر بملك مقوماتي، زي ما احنا قلنا قبل كده. احنا كان عندنا في زمان مثل في بداية الثورة المصرية زمان يقول لك من لا يملك لقمة عيشه لا يملك حريته. ده شيء طبيعي حقيقي، ده شيء حقيقي، إن أنا ما عنديش اللي أنا أقدر آكل، فبالتالي ما أقدرش أتكلم بحرية مع أي حد. وصاحب اللي هو بيديني وهو اللي بيديني مرتب وهو اللي بيديني فلوسه، انا اللي هتكلم بمنطقه هو بما يعوزه هو بما يريد، يعني بما يريد في هذا الوقت. عموما انا سيب طبعا الاستاذ ابو هبز ولادي يدي فكره عامه عن عمل اللجنه وعن التقرير بصفه عامه، وبعدين الاستاذ دكتور ماهر ازاي يشرح لو في اي اسئله. شكرا. على ما يدور على الساحه العربيه في الاونه الاخيره، قد أكرر ما قلته في قبل أن في هذه القاعة، أنه تفاءلنا خيرا بعد الربيع العربي، واللي أنا بعتقد أنه انتهى كربيع في تونس، ثم هبت رياح خماسينية على الحريات، وأنا لا أتحدث عن السياسة الآن لكن على الحريات الصحفية. أعتقد أن الربيع العربي تحول إلى خريف ثم إلى رياح خماسينية أطاحت بالحريات في عالمنا العربي. أنا لست متفائلا كما هي التقارير تقول والإحصائيات وفي الميادين الأخرى، أن الوضع في الحريات العربية في الصحافة والإعلام في شقين الحقيقة، شق الاعتداءات، الاغتيالات، الخطف، الحبس بدون أسباب، ثم الشق القانوني وهو التشريعات الناظمة للحريات الصحفية في عالمنا العربي. زملائي في جامعة القاهرة كلية الإعلام، للنظر في استمرة جمع البيانات والمعلومات وتحكيمها وإعادة صياغتها، كانت بالنسبة لي مؤشر مهم على رغبة اتحاد الصحفيين العرب ولجنة الحريات، رغبتهم الجادة في إعداد تقرير علمي موضوعي. المؤشرات كلها بتقول إن العالم العربي أصبحت أوضاع الملكية فيه بتشهد تطور وتحسن ملحوظ كبير، إن عدد الصحف على المستوى الكمي بدأت تزيد بشكل كبير، إن أنماط الصحف بدأت تتنوع وتتباين ما بين نمط الملكية الفردية وملكية الأحزاب وملكية الشركات الخاصة وحتى ملكية الدولة والأحزاب. أصبح الصحفيين عندهم قدرة إن هم ينتقلوا بين الصحف المختلفة، أصبح في حالة من الإيجابية فيما يتعلق بحالة الحريات، لكن الأوضاع السياسية يعني ألقت ظلالها على الحالة ديت ونقل